مساء الخير زوار في الجول دوت كوم، اهلا بيكم في لايف جديد. النهارده هنتكلم عن خساره كبيره جدا لنادي الزمالك خارج ملعبه من مازيمبي 3-0. الحقيقه ان الخساره مش مفاجاه، لان مازيمبي في ليفل تاني دلوقتي، مستوى تاني مختلف عن الزمالك اللي بيرجع لدوري ابطال افريقيا بعد غياب. ورغم ان الشوط الاول خرج بنتيجه سلبيه، ناس كتيره كانت متفائله ان الزمالك يقدر يخرج بنتيجه ايجابيه، ممكن على الاقل نقطه. في ناس بقى يعني تمنت ان الزمالك يقدر يخطف جول من هجمه مرتده، لكن الحقيقه ان الزمالك في الشوط الثاني ما كانش ليه اي خطوره سوى من تسديده من محمد اناجم عاله العارضه. في المقابل مازن بيتسح بثلاثيه، كانت نتيجه الحقيقه صعبه جدا على نادي الزمالك في بدايه مشواره الافريقي. هكون معاكم امير عبد الحليم واحمد فوزي العريان علشان نتكلم عن مباراة الزمالك، هنتكلم معاكم عن الأداء، هنتكلم معاكم عن النتيجة ومستقبل الزمالك اللي يبدو خلاص بعد رحيل ميتشو. خلوني في الأول أسأل فوزي. فوزي، أنت توقعت الخسارة الكبيرة دي بعد ما الزمالك أصلا مهتز بقاله فترة في الدوري؟ مساء الفل عليكم أولا. طبعا متوقع الهزيمة من مازيمبي في كل الأحوال، أيا كان مستواك وانت رايح لمازيمبي تعرف ان هو الأقرب ان انت هترجع خسران، فعبالك وانت رايح بحالة يرثى لها ما بين غيابات ممثلة في طارق حامد وأوباما كمان اللي النهاردة ما كانش في القائمة للإصابة، ما بين عدم استقرار، ما بين مستوى سيء جدا في المباريات الأخيرة سواء قبل التوقف أو بعد التوقف. فبالتالي كانت الهزيمة متوقعة وبشدة. المتوقع ان انت تخسر 2-0، يعني انت دايما كده النتيجه كده اللي بتروح مازيمبي بتخسر 2-0 اي فريق، فالديفولت بتاعه بالظبط. فلا الثلاثه انت كده بدات تزود شويه. لو بصينا بقى للماتش نفسه، لا الماتش كان ممكن يبقى نتيجته احسن من كده. في تفاصيل صغيره لو كانت راحت لحته ثانيه كان ممكن الزمالك يخرج على الاقل بنقطه، زي ما انت قلت كره اوناجم اللي ضاعت دي لو دخلت وهي لسه 0-0. عشان نبقى حقانيين، الكره دي مازيمبي بتاعه قدامها 3. ما انا طبعا ما انا بقول لك هي التفاصيل الصغيره بتبقى في توقيت الماتشات، مش بتبقى اللي هو لا بتبقى بعدد الفرص. لو عدد الفرص الزمالك يخسر 6 عادي جدا، مش هنبقى برده مش هتبقى مش بنلعب يابانيه بالظبط. الزمالك قبل كده الافريقي خسر 8 قدام مازيمبي وضيع فرص عادي، يعني فاهم بتحصل. لكن هي التفاصيل الصغيره دي ممكن تتكلم فيها ان هي كانت ممكن تقلب الماتش، بس ما ينفعش تعلق عليها شماعتك، لان في الاخر انت مش مطلوب ان انت في ماتش كله ما تعملش غير فرصه واحده، فلما تضيعها تقول يا انا حظي وحش قوي، انا كان ممكن اكسب لو الفرصه دي دخلت. عشان كنت تبقى تقول ان انا كنت استحق المكسب والخساره غير عادله، لازم تكون عملت 90 دقيقه بشكل رائع، على الاقل 80 دقيقه. لكن الزمالك ما عملش كده. الزمالك عمل 45 دقيقة كان فيها رد فعل لمازيمبي، ومازيمبي ما كانش قادر يقوم بالفعل بشكل قوي. فالشوط الثاني لما أخذ مازيمبي المبادرة تراجع الزمالك بشدة، وما كانش عنده أي حلول سواء إن هو يوقف هجمات مازيمبي أو حتى إن هو يبدله الهجمات. فالهزيمة مستحقة تماما. أعتقد إن لو كلمنا عن التحكيم والكلام ده هيبقى كلام فارغ، زي ما امبارح برده كان كلام فارغ، وده رايي اللي انا قلته امبارح انا برده، ان انت الفريق اللي بيبقى عايز ينافس ما ينفعش ان هو يتكلم عن الحكام. بس تقال يعني ما كانش اصلا يعني صحيح حكم في بعض اللقطات كده. بص انا دايما بفرق ما بين الحكم اللي جاي يكسب فريق والحكم اللي بيتغاضى عن حاجات، لان هو في النهايه مش بيلعب من غير، يعني مش موجود في ماتش من غير ضغط. يعني النهارده الحكم كان ليه اخطاء، بس هل الاخطاء دي مؤثره في نتيجه المباراه؟ لا مش مؤثرة تماما. يعني صحيح كان في كرة غريبة جدا، حارس مازيمبي طلع خبط خط دفاعه فوقعه فحسب فاول لحارس مازيمبي، مع ان مفيش اي تدخل من لاعبي الزمالك. دي كانت كرة غريبة، فاول غريب على ساسي في اخر الماتش، دي كانت كرة غريبة. الحقيقة ان ساسي يعني عمل حركة قد يتعرض للايقاف بسببها، بان هو شاور للحكم بانه تلقى رشوة. وكمان حتى بعد المباراة لعيبة الزمالك اللي كانت بتهدد لساسي اللي كان عايز يروح يتخانق مع الحكم. اللقطات دي مفترض ان لاعبي نادي الزمالك بقوا اكثر خبره بعد تتويجهم بالكونفدراليه الموسم اللي فات، وعارفين كويس جدا ان الحاجات دي على طول الكاف يروح مطلع قرار بالايقاف، ودي اسهل حاجه بتطلع دلوقتي علينا كانديه مصريه. فالحقيقه النهارده الحكم ما تدخلش لحسم نتيجه المباراه، بالعكس. يعني كان لقطه محمود علاء في الشوط الاول لو كان هو عايز يتلكك او عايز يكسب مازيمبي كان حسبها ضربه جزاء، بعيدا بقى الكره اصلا خبطت في صدر محمود علاء ولا في ايد محمود علاء، بس لو هو كان عايز يتلكك كان خلاص ضربه جزاء. لكن النهارده الحكم ممكن يكون تاثر بان هو بيلعب على ارض مازيمبي
وبين جمهور مازيمبي، والحاجات دي بتحصل تأثر في ايه اصلا؟ يعني ايه القرارات اللي بتأثر في كام لقطه الفاول او الحاجات اللي هي يعني بتحصل بتعدي. ليك انت لما بتلعب هنا لازم بتبقى دايما ليك افضليه أي حتى في دوري ابطال اوروبا لما بتلعب على ارضك. يعني مثلا كاس الامم الافريقيه 23 كره ريال مدريد، كره كريستيانو رونالدو اللي جابها في يوفنتوس ضربه الجزاء في اللحظه الاخيره بعد دي كانت هتتحسب لريال مدريد لو الماتش في تورينو. بس هو بعيدا يعني بعيدا عن اوروبا بحس ان افريقيا دي يعني حاجه منعزل. ما بتكلم بقى على احنا ليفل مختلف بقى على ماتش النهارده. حكمنا اقل في المستوى، ملاعبنا اقل في المستوى، جمهورنا اقل وعيا. فلما نيجي نتكلم ان كاس الامم الافريقيه 23 سنه، هل منتخب مصر ما استفادش تحكيميا؟ لا استفاد، ومش بنقول استفاد لان الحكام مثلا جاملونا او تحيزنا، لا، بس يعني على الاقل اول حاجه ممكن تدور على مبرر ليه. يعني انت بتلعب على ارضك وسط جمهورك، طبيعي ان الحكم بيتاثر بالاجواء الجماهيريه وبيبقى عنده يعني لما بيجي يحسب حاجه على الفريق الضيف مش بيتردد، لكن لما بيجي يحسب على الفريق المضيف لا بيحسب في دماغه كده احسبها ولا ما احسبهاش، لان هو فاهم كويس جدا ان اللعب على ملعبك بين جمهورك اكيد بيدي لك افضليه. طيب خلاصه بس في الحته دي ان انا ما كنت بتكلم، مش بتكلم على ان انا احلل التحكيم حلو ولا لا، لكن انا بتكلم ان هو الفريق اللي عايز يكسب بطوله او عايز ينافس على بطوله او يمشي كويس ما ينفعش ان هو يقول لك الحكم دبحني لما يبقى اتظلمت في قرار او اتنين بس في الماتش، ومش قرارات اللي هي ايه يعني تذبح فعلا، سواء امبارح او النهارده الاهلي امبارح والزمالك النهارده. طول ما احنا عمالين نتكلم على ان هو كل ما هنخسر ماتش هنقول ده الحكم كان وحش الحكم كان وحش، انت كده بتدفن راسك في التراب وما بتواجهش الاسباب الحقيقيه. لا، انت كنت وحش جدا سواء النهارده او امبارح، كنت وحش بس مش وحش جدا الحقيقه. الاهلي ما يوصلش لمرحله ان هو كان مزري يعني زي الزمالك النهارده، لكن في الحالتين الخساره مش سببها الحكم. مجلس اداره الاهلي قرر التقدم بشكوى عاجله للاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب الظلم التحكيمي. اه اتفضل. ده برده ده كل ده بتبقى شماعات. انا بس اقول لك على حاجه، لا انا بصراحه انا بختلف معاك. القرارات الاداريه دي عمرها عملت ايه بقى؟ يعني ايه اللي حصل قبل كده زي ايه؟ لانها بتشكل ضغط وبتشكل ان انت بتبقى على الاقل ضامن في الماتشات الجايه ان هيبقى فيه مراعاه للحكم اللي يتعين لك. تمام. طب ما قبل كده الاهلي يعني كل سنه بيشتكي وبعد كده عايز بس بيخسر. لو انت ما اشتكيتش انت كده بتضيع برضه حقك. انت كاداره نادي لازم تدور على حقوقك. يعني مثلا مباراه الزمالك ومازيمبي، الحكم اتغير والزمالك ما عرفش غير في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه، اداره الزمالك كان فين بقى رد فعلها؟ حتى احنا مش بنشكك دلوقتي في قرار تغيير الحكم، ممكن كنت قرار تغيير الحكم ده الاسباب غير فنيه، لكن انت لازم كاداره تمارس الضغط زي ما مازيمبي بيمارس الضغط. مازيمبي قبل المباراه بيوم كان داعي رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الدولي وصامويل ايتو وكالوشا بواليا بمناسبه مرور 80 سنه على تاسيس النادي. ده بيمارس ضغط؟ بيمارس ضغط طبعا. انت النهارده كمجلس إدارة الأهلي لازم أكيد تقدم شكوى للحكم. مش بقولك إن الأهلي خسر بسبب التحكيم، ولا بدور لشماعة للزمالك إنه، بس أنت كإدارة أنت هيكلك الإداري معمول ليه؟ علشان تدور على حقوق النادي. بالظبط كده، حقوق النادي لما يبقى ليك حق. حتى لو أنت أصلا بتسبق بالخطوة دي علشان أنت زي ما جامل المنافس في ملعبه أنت كمان تتجامل في الماتش اللي في ملعبك. وبص، ومش بقولك إن ده افضل حاجه، بس على فكره الكلام ده حتى بيحصل في اوروبا. انا مش بتكلم دلوقتي على المدينه الفاضله ان هو انت المفروض مش اخلاقيا ان انت تعمل كده، ده ما يهمنيش خالص. انا بتكلم ان الضغط يبقى قبل الماتش، انما انت خسرت الماتش فعليا. انت خسرت انت خلاص. لا، هو ده قبل الماتش، وده قبل الماتش. احتجاج يعني على ايه؟ معلش، مش الاهلي عنده ماتش كمان؟ احتجاج على ايه؟ على مستوى الحكم ده صح؟ ايه اللي هيحصل ايه بعد؟ ايه اللي هيتغير؟ لا طبعا تعيين الحكام بعد كده. فكره ان انت اصلا رافض وبتثبت اعتراضك ورفضك ده مهم، ده مهم جدا. انا فاهمي انا ان الورقه دي بتتاخد تتحط في الدولب. بقول لك على حاجه بقى، ده لو كانت اتبعتت اصلا الحاجات دي كمان. لا انا مش بقول لك الحكم هيتوقف، لا، ولا قصدي اللي هو بعد كده يعني بتبص لها حاجه. هقول لك على حاجه اللي حصل، اللي عمله الترجي بعد الخساره من الاهلي 3-1 في القاهره. هل اتى بسمار ولا ما اتاش بسمار؟ ده كان ضغط بقى بمستوى تاني، مش ورقه احتجاج بتبعتها للكاف تقول انا معترض، فاهم؟ بشوفها كده، ده اللي بشوفه بالانديه المصريه اللي بتعمله، فاهم؟ لا انا مش بشوف الوضع. لو هتضغط اضغط بقى بجد، انا مش بشوف الوضع كده. وكمان احنا برضو بنتكلم عن مباراه بدوري ابطال، يعني في المجموعات غير لما بنتكلم عن مباراه نهائي. عامه خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي وهو النهارده الزمالك. طيب قبل ما نتكلم في النقطه بتاعت ميتشو، انا عايز اعرف النهارده منك تقول لي كده الزمالك فنيا في الملعب كانت ايه المشاكل اللي ادت للخساره بثلاثه؟
الزمالك عنده فنيا ثغره بقالها من السنه اللي فاتت هي الجبهه اليمين اللي هي حمدي النقاز، ان هو سيء دفاعيا. كان السنه اللي فاتت عبد الله جمعه في خلال 4 شهور أو 5 شهور سد ثغره الجبهه اليسرى وكان مقدم اداء خرافي في مركز غير مركزه، ولكن بدايه من السنه دي عبد الله جمعه مستواه بقى في النازل بشكل فظيع. النهارده الثلاث اهداف اللي جابهم مازيمبي من ناحيه عبد الله جمعه ولا كوره فيهم بيضغط على الباك اليمين بتاع مازيمبي اللي بيرفع الكوره، ثلاث اهداف بنفس الطريقه، ثلاث عرضيات. الحقيقه يعني كمان تغيير قلب الماتش، تغيير قلب الماتش. يعني تخيل تغيير نزل عمل ثلاث اسيستات ده ولا ارنولد، فاهم؟ فيعني عبد الله جمعه انا مش بقول لك ان هو بيخش ويترقص، لا هو اساسا واقف بيتفرج كده زيه زينا، الولد بيرفع ويحط الجون. طبعا اتنين قلب دفاع، مفيش ولا واحد ان هو بيراقب المهاجم، في كل مره المهاجم بينط بيبقى لوحده، ما حدش بينط معاه. محمد عبد الغني النهارده بصراحه اسوأ ماتش، محمد عبد الغني نزل بديل، خلي بالك ما كانش بادئ الماتش. اسوأ ماتش شوف لمحمد عبد الغني تيشيرت نادي الزمالك، مش طبيعي الاداء النهارده اللي قدمه محمد عبد الغني. يعني ولا رقابه ولا ضغط، تحس ان مدافع ناشئ. يعني بعد الاصابه انت ما نزلتش مدافع من المفترض ان بيتم تصنيفه من افضل المدافعين الواعدين في مصر، نزلت مدافع ناشئ. محمد عبد الغني النهارده كان ما عندوش اساسيات الدفاع. محمد حسن بديل طارق حامد الحقيقه بعيد تماما عن طارق حامد. انت لما بتتكلم لما يبقى فريق سوبر زي الاهلي او الزمالك بيبقى الفارق ضئيل جدا ما بين اللاعب وبديله. الفارق ما بين طارق حامد وبديله محمد حسن جاهزيه فنيه وجاهزيه بدنيه كبير جدا. والحقيقه انا مش عارف محمد حسن يعني تحديدا، يعني الناس دايما بتتكلم ان هو يستحق فرصه يستحق فرصه يستحق، بس هو محمد حسن مش بيساعد نفسه. يعني حتى كمان جسم محمد حسن مش جاهز للمباريات بدنيا، بعيد جدا. لكن الحقيقه انا عندي برضو مشكله قبل ما الزمالك ما يبتدي يتكلم في اقاله ميتشو او ان ده هيكون الحل. هل ميتشو كان سيء في بدايته مع الزمالك؟ هل اللاعبين دول كانوا سيئين في بدايتهم مع الزمالك؟ لا خالص، ميتشو جه بنفس اللاعبين عامل اداء اقنع الكل في كاس مصر. وانا الحقيقه يعني ضد نغمه تقليل الانجاز اللي عمله ميتشو في بدايه مسيرته، لان احنا فعليا كلنا شفنا ان المباريات كانت صعبه ما كانتش سهله، وكان ميتشو بتغييراته بيقدر ان هو يحل الغاز الفرق اللي قدامه، وكان الفريق بيقدم كوره كويسه وكل الناس كانت مستبشره فيه. يعني الموضوع ما كانش وليد الصدفه. يعني في اوقات كتيره جدا، هي ايه الفرق ما بين بطولات الكاس وبطولات الدوري؟ ان الكاس هي مباراه نوك اوت، خروج مغلوب، ففي النهايه انت ماتش مش بتتعامل معاه بالظروف اللي بتتعامل مع الدوري. مباريات الدوري نفس طويل، انت ممكن تخسر النهارده وتعوض بعد كده وتكسب الدوري في النهايه، زي ما شفنا مثلا النادي الاهلي على سبيل المثال الموسم اللي فات. لكن مباريات الكاس مختلفه تماما، مباراه خسرتها تخرج مهما كان مستواك. يعني لو حتى الفرقه اللي قدامك عملت هجمه واحده في الماتش كسبت بيها الماتش، انت خلاص خرجت بره البطوله. عكس مباريات الدوري اللي بتتعامل فيها مع ظروف طويله جدا، محتاج فيها استقرار، محتاج فيها مستوى شغل مع اللاعبين ومستواهم بيعلى على مدار الموسم، بتتعامل فيها مع اصابات، بتتعامل فيها مع غيابات. عكس مباريات الكاس اللي بتتلعب في فتره زمنيه قصيره جدا، لان احنا عارفين ان احنا هنا في مصر مش زي اوروبا بيلعبوا الكاس على مدار الموسم، لا احنا هنا في مصر بنقرر يا جماعه بعد الدوري يلا نخلص الكاس، يلا نلعب ربع نهائي في نص نهائي في نهائي في خلال اسبوع. فبيبقى فعليا انت بتتعامل مع نفس المتغيرات، فمبقاش في صعوبه الحقيقه في تتويج مدرب بالكاس. لكن الحقيقه ان تتويج الزمالك بالكاس السنه دي كان صعب، ما كانش سهل زي السنين اللي فاتت. يعني السنين اللي فاتت كنا بنشوف مدربين مؤقتين بييجوا يكسبوا الكاس بالزمالك، لكن السنه دي كان صعب، والزمالك لعب منافسين اقوياء وبجداره فاز على بيراميدز في النهايه. فدلوقتي ايه اللي اختلف ما بين ميتشو واللاعبين؟ انا رايي الشخصي في مشاكل ما بين اداره الزمالك واللاعبين، هي السبب في ان اللاعبين نفسهم حتى مستواهم الفردي يقل. يعني احنا ممكن نلوم على المدرب في تغييرات، نلوم عليه بتشكيل، نلوم عليه بخطه، لكن اداء جماعي، لكن الاداء الفردي للاعبين الحقيقه مزري. يعني محمد عبد الغني اللي كان من افضل مدافعين الموسم اللي فات وكان في كاس مصر من افضل المدافعين وكل الناس كانت بتشيد بيه، مستواه قل تماما. عبد الله جمعه النهارده كارثه في دفاع الزمالك. يعني الحقيقه كل رفعه كل عرضيه بتروح بجول. فولا عبد الله جمعه ظهر بشكل كويس ولا محمد عبد الغني ظهر بشكل كويس. فرجاني ساسي اللي كان نجم الموسم السنه اللي فاتت مستواه سيء جدا في خط الوسط. النهارده انت تشوف
مستحيل تتوقع ان ده فيرجيني ساسي اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت. فيرجيني مستواه قليل جدا 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 مقارنه بالمباريات اللي لعبها في بدايه فتره ميتشو. طيب حتى الصفقات الجديده وناجم وبن شرقي في طبعا ظهروا في ماتشات الكاس بمستوى افضل من كده بكتير، والناس كلها كانت مستبشره خير بيهم. فده معناه ان في مشاكل جديده حصلت ضربت الفريق، مش فكره ان المدرب سيء، لا في مشاكل ضربت الفريق. فالنهارده انت لما بتيجي تفكر ان انت تغير المدرب، هل ده هيحل مشاكل اداره الزمالك مع اللاعبين؟ لا طبعا. يبقى الخطوه الاولى ان انت تشوف ايه مشاكل اللاعبين، ايه السبب في ان اللاعبين ظاهرين بالشكل السيء ده. ومفيش مشكله تماما لو انت عقدت جلسات مع اللاعبين وكلهم بلغوك ان مشكلتهم مع المدرب، ساعتها انت ممكن تاخد قرار باقاله المدرب. وده بيحصل في اوروبا كتير جدا، الادارات بتجتمع مع اللاعبين بيعرفوا منهم ايه اسباب تراجع مستواهم. لما بيبقى في اتفاق ما بين اللاعبين الكبار ان المدرب هو سبب تراجع المستوى بيتم اقاله المدرب. لكن لما يبقى في مشكله تانية يبقى اكيد المشكله دي هتتكرر مع ميتشو، هتتكرر مع المدرب اللي بعد ميتشو، والمدرب اللي اكيد برضه هيجي بعد المدرب اللي بعد ميتشو. الزمالك بالشكل ده هيغير 3 و4 مدربين في الموسم، وهيكرر الموسم اللي ابتداه مع فريرا وبعد كده جه باكيتا وبعد كده جه محمد صلاح، واستمر الوضع على ما هو عليه سيء والزمالك خرج 0 بطولات. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا بقى عن اداء الزمالك في الملعب، خليني اسالك سؤال وعايز منك بقى يعني رد قاطع، ميتشو يقعد ولا يمشي؟ يعني انت قلت كل حاجه اهو. ميتشو يمشي مش بس علشان هو مدرب وحش، علشان هو مدرب ما عندوش شخصيه ان هو يعزل الفريق عن النادي. ده اللي انت ملخص انت كنت عايز تقوله، يعني ان هو ايه الفرق ما بين اول 3 4 ماتشات والماتشات دلوقتي. ان هو ميتشو وقتها كان ماسك الفريق، كان قادر ان هو يطبق فكره. ما بقولش ان هو بقى لو طبق فكره دلوقتي هيبقى كويس، هو من ضمن اسم مميزاتك كمدرب ان انت تكون عندك شخصيه قويه، ان انت اللي يمشي في الملعب يكون كلامك مش كلام اللي فوقيك. فلا ميتشو حاليا يعني مش واضح ان هو مش كل حاجه بيعملها في الملعب بتكون قراره هو نفسه، لا في قرارات بتجيله من فوق وده ما ينفعش. لا رئيس نادي الزمالك بيتدخل طبعا، ما ده اللي اكيد يعني ان رئيس نادي الزمالك بيتدخل، ان رئيس نادي الزمالك بيحط التشكيل احيانا، فده ما ينفعش. ميتشو ده يعني حاجة بعد كده لو مشي وطلع قالك انا ما كنتش حر رأيي، انا ما كنتش بعمل حاجة بمزاجي، دي مش حاجة هتشفع له، دي حاجة هتقلل منه. انت ازاي تبقى اساسا قابل بالوضع ده وتكون موجود وبتشتكي؟ كل حواراته بيأكد ان ده بيحصلش بالظبط. ده بعدها ان هو ايه، هل انت عايز تقول ان انت مدرب بقى يعني، ما هو ده معناه ان انت مدرب فاشل باللي بنشوفه في الملعب؟ علشان انت زي ما بتقول كده، لما اللعيبة دي من كام شهر هم اتعادلوا مع النجم الساحلي في تونس 0-0، كسبوا من الكونفدراليه، رجعوا من اخر مجموعتهم في الكونفدراليه لانهم تاهلوا اول المجموعه، كل ده من اشهر قليله باداء مميز من نفس الاسماء، والاسماء دي تتحول بعد الاول اخذهم في اول شهر تدريب ليهم كان مستواهم كويس، وبعد شهرين ثلاثه مستواهم ينزل كل ده، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما ده مش فكرك يا اما انت فكرك مدرب باشن. فهو المفروض لما يطلع يتكلم يختار ما بين حاجه من الاثنين دول، انت مدرب السبب في تراجع مستوى اللاعبين دول كلهم، ولا انت مش بتطبق فكرك فبالتالي مستوى اللاعبين مع الهزايم بدا ان هو يتراجع والفريق يتفكك. الخلاصه اللي قدامنا حاليا ان الفريق حاليا مفكك، كل مركز بيلعب لوحده تقريبا. عبد الله جمعه في اسوا احواله، فرجاني ساسي في اسوا احواله، مصطفى محمد النهارده كان ملوش وجود. الفريق كله فعلا محتاج ان هو يتلم صفوفه من اول وجديد، سواء بقى مدرب جديد، دايما المدرب الجديد بيبقى له زي ايه بيقولوا شنه جديده. فانت محتاج مدرب جديد يعزل الفريق تماما، يحسسهم ان هم كلهم كتله واحده. وطبعا زي ما انت قلت محتاج ان هو يتحللهم مشاكلهم، كلنا عارفين ان الفلوس فيها مشاكل مع لعيبه الزمالك السنه دي، وبياخدوش حقوقهم الماليه بشكل كامل، لا محتاجه تتصرف لهم عشان اللاعب يكون مستقر بره الملعب قبل ما يكون جوه الملعب، وقتها يكون تركيزه جوه كله جوه الملعب وتقدر تحاسبه. انا ما ينفعش يكون لاعب ما بياخدش فلوسه اصلا وتيجي تقول له انت بتلعب وحش ليه، ما انا ما خدتش فلوسي. طب انت بتدفع، طب انت بتقوم بدورك وحش ليه كاداره ان انت توفر لي الفلوس؟ فانت توفر له الاول الاستقرار بره الملعب،
وتجيب مدرب كويس جدا لانقاذ الموسم. عادي ان انت تخسر اول ماتش في دور المجموعات, ده شيء عادي جدا. الزمالك خسر السنه اللي فاتت, بقول عادي جدا. كمل بالمدرب بالظبط, عشان المدرب كان بره الماتش ده كان ماشي كويس. انما احنا مش بنقيم ميتشو على النهارده, احنا بنقيمه على الفتره اللي فاتت كلها. على الفتره اللي فاتت كلها قدام نادي مصر وقدام نادي انبي, حتى في الماتشات اللي كسبها قدام المقاولين العرب وقدام اعتقد المقصه في الدوري, كان الاداء وحش جدا. والاتحاد السكندري كل ماتش من سيء لأسوأ. فبالتالي لا, هو المدرب حاليا محتاج ان هو يمشي فعلا, وكان المفروض القرار ده يكون قبل فترة التوقف, علشان المدرب اللي يجي يقعد الشهر دوت يبقى زي فترة اعداد للفريق, زي ما فريرا قبل كده جه بعد ماتش انبي المشؤوم طبعا, اللي هو كان الدوري وقف بعدها شهر ونص, استغل الفترة دي ان هو عمل فترة توقف فرجع الفريق معاه بشكل قوي. انما ان انت تستنى بعد فترة التوقف وقت تلاحم الماتشات فتمشي المدرب وتجيب مدرب تاني فيخسر له مثلا ماتش ولا اتنين ويقولك انا مش مسؤول انا لسه مستلم الفريق, انت كده بتضيع الموسم. ولكن مع ذلك زي ما قلنا لسه برضو الموسم ما ضاعش بشكل كامل. انت اول ماتش خالص في دوري الابطال, الماتش اللي جاي على ارضك لازم تكسبه, سواء مع رحيل ميتشو او من غيره. الزمالك قادر ان هو يكسب اي فريق يعني على ارضه, والماتش ده يبقى بدايه نقطه تحول ليك في البطوله بتاعه دوري ابطال افريقيا. لكن الدوري اعتقد ان هو محتاج مدرب جديد, وتبدا بقى تشوف هتعمل فيه ايه, هتحتاج المنافس تشوف نتائجه هتعمل ايه على اساسه تقول في فرص ليك ولا لا. طيب تفتكر بقى بديل ميتشو يكون مصري ولا اجنبي؟ انا دايما بشوف ان هو, طيب ببصش دايما ان هو جنسيته ايه قد بشوف الاسماء المطروحه ايه. المدربين المصريين هل منهم حد اسم يصلح ان هو يكون مدرب لنادي الزمالك؟ والله يعني اكيد طبعا, يعني كامل الاحترام طبعا يكون مدربين المصريين اكيد طبعا في اسماء تصلح مين بقى يكون نادي الزمالك. يعني على سبيل المثال الوضع الكارثي دلوقتي ده حسام حسن ينجح فيه جدا, يعني بعيدا طبعا عن, وانت عايز مدرب ان هو يمشي مؤقت ولا مدرب انت بتبني عليه علشان نادي الزمالك يرجع لنفس المستوى بتاع كريستيان جروس؟ ما هو انا اقول لك على حاجه, ما هو حسام حسن مدرب كبير تقدر تبني عليه, ما فيش مشكله. بس هي برضو هو في حاجه مهمه جدا احنا عايزين نتكلم عليها. الزمالك والاهلي قعدوا فتره قد ايه في الصيف عشان يجيبوا مدرب اجنبي باسم كويس, وفي النهايه الاهلي تعاقد مع ريني فايلر بعيدا عن مستواه اللي ظهر بيه لانه الحقيقه ابهر الكل. لكن في وقت اختياره الاهلاويه كانوا معترضين وخايفين عليه وشايفين عشان ما كانش اسم كبير بالظبط, وما نقضيش الصيف كله عشان في الاخر خالص نجيب مدرب كان ممكن نجيبه عادي جدا في اول الصيف. تمام, الزمالك نفس الحال, رحله اوروبيه وخمس دول وخمس مدربين, وفي الاخر خالص جه المدرب من جنوب افريقيا. ف انت بتاخد وقت طويل جدا علشان تجيب مدرب اجنبي صاحب اسم. تمام, بس خليني بس يعني واحنا بنتكلم كان نقول ان مجلس اداره الزمالك اعلن اجتماعه طارئ بعد الخساره من مازيمبي, فمن الواضح ان اقاله ميتشو هتبقى اقرب مما نتوقع. طيب خلينا نرجع لموضوع المدرب الاجنبي. فطبعا انت دلوقتي والدوري شغال, احنا خلينا نتفق ان كان غلطه ان الزمالك ما غيرش مدربه في فتره التوقف, مع ان فتره التوقف برده كانت هتبقى ازمه لان اللعيبه الدوليه كانت مع منتخب مصر, فكان اللي هيجي مش هيشوف لعيبه الزمالك. بس يعني خلينا ماشيين مع الفكرة. يبقى دلوقتي الموسم متلاحق, الحل المثالي الزمالك عنده ماتش في كاس مصر, بعدها على طول ماتش في دوري ابطال افريقيا, ولسه مش عارفين الدوري هيتلعب. فدلوقتي مجلس اداره الزمالك لما يجيب مدرب اجنبي هيجيب مدرب اجنبي منين؟ ما هو يبقى الحل المثالي ايه؟ ما هو طبعا المدرب الاجنبي زي معنى كلامك مش هتدوس على الزرار هيجي لك بالزبط. لكن المدرب المحلي ممكن تعمل كده. فايه الحل المثالي؟ ان انت تمشي ميتشو تجيب مدرب يقبل ان هو يمسك المهمه بشكل مؤقت لحين التفاوض مع مدرب اجنبي, تاخد وقتك في التفاوض معاه, مش اللي هو تسلق علشان تجيب اي واحد لان مفيش وقت, او ان انت تقعد بقى سنه برضو تريح نفسك. لا, انت تشوف يعني اسرع وقت ممكن تشوف احسن اسم مطروح ايه, تجيب مدرب اجنبي كويس. وفي الفتره دي واحد زي اسامه نبيه مثلا ممكن. طب هل اسامه نبيه يقبل يشتغل بشكل مؤقت؟ يعني لو ما قبلش خلاص نشوف حد تاني يقبل. الراجل يعني هو حاليا مش شغال في حته. بس في النهايه يعني كل الاحترام لكل اسماء يعني. طبعا ليه اسمه طبعا, عشان كده ما هو لو مالوش اسم مش هيترشح اصلا ان هو يمسك نادي الزمالك, وما اعتقدش ان هو يقبل ان هو يمسك بشكل مؤقت في نادي تاني غير بيته اللي هو نادي الزمالك. فانا بقول اسم مجرد. طيب اسم, لكن حسام حسن ما يقبلش مثلا. خليني اقول لك برضو حاجه تانية, هل المدرب الاجنبي ده يبقى اشتغل في مصر قبل كده, ولا مدرب اجنبي زي فايلر كده ويجي ينجح؟ والله لو انت متاح ليك اسم مدرب اجنبي وشغال في مصر قبل, اشتغل في مصر قبل كده زي كريستيان جروس, مانويل جوزيه,
مارتينيول، لو هتقدر تجيب حد من دول اهلا وسهلا، لكن لو مش متاحين يبقى هتدور على طول على اللي مش موجودين فوق، يعني اللي بره مصر. انت بتقول الكلام ده وانت عارف ان الزمالك عنده مشاكل ماديه طبعا، ما انا عارف ان في حد من دول هيجي، عشان كده مش السؤال ده مش المفروض ان هو، يعني انا مش هحط معيار ان هو اشتغل في مصر ولا انت اصلا متاح ليك حد من الاجانب كويس يشتغل في مصر. ليه ما يكونش مدرب مصري؟ تمام نجربه. يعني مثلا دلوقتي على سبيل المثال احنا شفنا الازمه اللي في بايرن ميونخ، مدرب مؤقت، بعد كده مدرب مؤقت كسب دورتموند 4 وكسب دوري ابطال اوروبا والدنيا ماشيه كويس جدا، فخلاص يا عم كمل معانا. تمام، ليه ما يكونش انت تجرب مدرب مؤقت؟ بس اهم حاجه ان انت دلوقتي تحل مشاكل اللاعبين. انا اعتقد ان الزمالك عنده لاعبين مميزين جدا ينجحوا مع اي مدرب الحقيقه. تمام، بس انا دلوقتي لازم ارتب اولوياتي. بصراحة شايف ان انا لما اروح اجيب مدرب واديله 2 مليون دولار مثلا، ما ال 2 مليون دولار دول يتفكوا بكام مصري دلوقتي؟ علشان الارقام بقت هتجيب بيهم لعيبه يعني والكلام ده. 30 مليون جنيه 30 مليون جنيه دول تهال مرتب الفرقه كلها. الزمالك عنده مشكله دلوقتي كلنا عارفينها، في لعيبه كتير ما خدتش مستحقاتها واللعيبه عامله ازمه. تمام، اعتقد ان هي دي الاولويه، حل مشاكل اللعيبه واحتويهم بحيث ان حتى يقدروا ان هم يعني يقدموا مع المدرب المؤقت ده افضل ما لديهم، وانت تقيم المدرب المؤقت يكمل ولا ما يكملش. يعني انت بتقول مثلا الخطوه الاولى رحيل ميتشي، ما خلاص احنا بص سواء انا مقتنع او مش مقتنع، القرار بتاع نادي الزمالك ومجلس الاداره الطارئ اقاله، غالبا اما اقاله او تجديد ثقه. لا الموضوع خلصان. تمام، واحنا عارفين المراحل بتبقى دي، اللي هو اذا انت مش عايز تمشي بالذوق يلا يا جماعه عايزين مدرب مصري بقى ينضم للجهاز، ومدرب مصري حراس مرمى ومدرب احمال مصري لحد ما الراجل ما يبقى الحل دلوقتي ان هو محاصر ويمشي في امان. يبقى الحل دلوقتي ان رحيل ميتشو وان يجي مدرب مؤقت زي ما احنا قلنا. انت بتقول بقى ليه ما ندلوش الفرصه؟ طب هو مؤقت يجي الاول بس المؤقت، بعد كده والله لو اثبتت وجودك ومفيش متاح مدرب انا شايف ان هو هيدي اضافه عنك فخلاص يكمل، الموضوع طبيعي. يعني مثلا ارسنال لسه جاب ليونبرج، هل لو تالق بشكل كبير جدا وارسنال ما لقاش ان متاح ليه سواء ماديا او من حيث ان هو مدرب يقبل بيهم حد هيفعلا هيدي اضافه؟ يعني مثلا الكلام على أليجري او بوتشيتينو، نفترض ان هما الاثنين رفضوا، بوتشيتينو قال لك انا ما اشتغلش في عدو توتنهام، وأليجري قال لك انا جاي لي مثلا فرصه ان انا همسك فريق ثاني. هقول لك ان الانجليزي بتاعي لسه مش كويس. مثلا يعني ساعتها ارسنال هيقول ليونبرج خلاص يمشي، انا همشي هقعد من غير مدرب، ما هو اكيد هيكمل. فاهم؟ فهو الاساس ان انت تجيب مدرب دلوقتي يمشيك الفتره اللي جايه بسبب تلاحم الماتشات اللي عندك، بعد كده تشوف لو في فرصه ان انت تطور تجيب مدرب فعلا هيعمل تطور ملموس مش مجرد اسم اجنبي وخلاص اهلا وسهلا. مفيش طيب انا عندي مدرب اهوت ماشي، بس يكون ماشي كويس. فالاول نتكلم ان هو خطوه ان هو يجي مدرب مؤقت، بعد كده نتكلم بعدها يستمر ولا لا لما نشوف هيعمل ايه. انا رايي ندي اللعيبه الاول فلوسها طبعا لازم، احنا كده في الجماعه قلناها في الاول ده بديهيات. يعني واحد ما بياخدش فلوس، وحتى لو يا جماعه النهارده مجلس اداره الزمالك قرر تجديد الثقه لميتشو، فلازم تتحل بشكل حقيقه. يعني علشان برضو انت تقدر تقيم ميتشو ازاي؟ يعني انت جددت الثقه فيه مثلا لفتره معينه علشان في الاخر خالص تقرر الراجل ده يكمل معاه ولا ما يكملش معاه. لازم تحل له المشاكل. يعني احنا للاسف عندنا هنا في مصر بعض الادارات مش كلها بتتعامل مع المدربين الاجانب على اساس ان هم صحره. يعني انت هتيجي تاخد الفرقه نص اللعيبه عامله تمرد، نص التاني مش عارف ما بياكلش كويس او بياكل كتير بشكل كويس. فحل يعني افتكر على سبيل المثال يعني ان مانويل جوزيف ولايته الاولى لما جه واشتغل مع النادي الاهلي خرج تقريره في نهايه الموسم وهو ماشي رغم ان هو كسب دوري ابطال افريقيا ان بعض لاعبي النادي الاهلي ما عندهمش اساسيات كره القدم. المدرب الاجنبي في اوروبا بيتعود على طريقه شغل مختلفه تماما عن المدرب المصري. المدرب المصري هنا بينزل التمرين بنفسه وبيرفع كروسات بنفسه عشان اللعيبه تقلده وبيراقب التحركات والجري والاحماءات والاطالات. بره الموضوع مش كده، بره المدرب بيحط بلان التدريب وبتفضل ثابته واللي بيشرف عليها المساعدين. احنا هنا في مصر لا، المساعد بيبقى عايز يحط خطه زي ما احنا عارفين، لان المساعد ابن من ابناء النادي، والمدرب المدير الفني بيتفاجئ ان اللاعبين تلاقي الباك ما بيعرفش يرفع كوره والجناح ما بيعرفش يرجع مع الباك يغطي معاه، يعني بيلاقي مشاكل فنيه كتيره. لا وبيقوم بادوار مش مطلوبه منه. انت عارف ان ايهاب جلال مثلا، ايهاب جلال في المصري حاليا مدير كوره جنب ان هو مدير فني.
بس تتالي الحاجات دي بتبقى ساعات بطلبات يعني. كابتن حسام البدري عملها بشكل كويس جدا. لا هو علشان اللي كان اللي هو ياسر سالم هو اللي ماسك ومشي، فهو بس لو في نفقات ايهاب جلال ماسك، مش هو اللي طلب انا عايز ابقى مدير كوره. فانا بقول لك الخلاصه ان ده دليل على كلامك اللي هو بتاع ايه، مدير الفني مفروض ان هو شغله يبقى فني بس، انا بحط الخطه والمساعدين بتوعي يطبقوها، انما هنا المدرب بيبقى مثقل بادوار تانية. وانا بقول لك الادارات بعض الادارات بتتعامل مع المدربين الاجانب. انا بقول لك دليل على كلامك. انا جايب لك سكواد كل السكواد ما خدش فلوسه وعاملين تمرد كسبناك الدوري. طب ازاي؟ بس ممكن مطلوب منه ان هو ما يبقاش ساحر، بس مطلوب منه ان هو يكون عنده كلمه وان هو يعزل اللي هو ايه، خلاص انا كلمتي تمشي، يا اما اطلع اقول لا يا جماعه ده الناس بتشوفها بيبسي ولا كوكاكولا. فاكر انت ايناسيو قال لك ايه، اللي هو الناس لو رئيس نادي الزمالك قال ده بيبسي مش كوكاكولا هيقولوا اه فعلا ده بيبسي رغم ان هي كوكاكولا. هو ده الفرق. انا مش طالب منك تبقى ساحر، بس طالب منك ايناسيو ما عملش اي حاجه، ما عملش حاجه دي. ما هو بالظبط عشان كده ضربت المثل بيه، ما هو زيه زي بيتشو. ساب لنا لقطه خالده في الدوري المصري. شكرا جدا ليكم يا جماعه، استمتعنا بالكلام معاكم. هارد لك في نادي الزمالك، وهارد لك قبله من النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الجوله الجايه هتشهد او نتمنى انها تشهد فوز الاهلي وفوز الزمالك وعودتهم للمنافسه على التاهل لربع النهائي. شكرا جدا ليكم، ونشوفكم في لايف جديد على فيلجول.